في الكويت هناك مادة في قانون الجزاء أي قانون العقوبات، هي المادة 98 بعد المئة التي تتألف من جزئين، جزء يتعلق بالأفعال المخلة بالحياء وجزء آخر يتعلق بالتشبه بالجنس الآخر. عقوبة الجرمين هي سجن سنة وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى العقوبتين. اعتمادا على هذه المادة تمت محاكمة بعض العابرين جنسيا وإبعاد آخرين من البلاد، مثل مها المطيري التي سجنت وغرمت بموجب تلك المادة، لذا كانت هناك مطالبات من قبل منظمات حقوقية ومحامين كويتيين بإعادة النظر في تلك المادة كون النص فيها فضفاض وغامض. المحامي علي العريان قدم طعنا بتلك المادة إلى المحكمة الدستورية في قضية موكل بها من قبل أحد المتهمين بقضية التشبه بالجنس الآخر لتغيير ذلك الجزء من المادة. يوم أمس وافقت المحكمة الدستورية في الكويت على طعن المحامي علي العريان وأصدرت قرارها، وهو طبعا عدم دستورية المادة 198 في تجريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور. النص أيضا لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا بحسب ما تقول المحكمة الدستورية أو بحسب قرارها يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عباراته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى على نحو قد تتعدد معه التأويلات ويصبح تقدير الأمر في النهاية متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وهو ما يتنافى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها. هذا القرار أثار تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل، عينة من التعليقات هنا سارة المسلم تقول: انتصار للدستور الكويتي وامتثال للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعتها الكويت والتزمت بها دولية. عبد الوهاب العوضي يقول: كثيرون منا لا يعي ولا يريد أن يفهم رغم الدراسات بأنها حالات تستوجب الاهتمام منا وعدم إخراجهم من دائرة المجتمع، ولعل المحكمة الدستورية أنصفت وضعهم المربك الذي يعيشونه ويعانون منه. أما هنا زيد الجلوي يقول: حكم الدستورية سليم فيما يخص عدم انضباط النص وتوقعت إلغاءه، والذي سوف يعيد مجلس الأمة ضبطه بأسرع وقت ممكن. أما هنا أبو يوسف شعبنا الجميل ما عنده شيء بالوسط، يعني أما أبيض وأما أسود. هذا ينطبق على موضوع الحكم في دستورية قانون التشبه بالجنس الآخر، فمن يرى صواب القانون يتهم بأنه ذو هوى ضعيف إيمان، ومن يرى خطأ القانون يتهم بأنه متطرف داعي شيء أو شخص متخلف. الواحد يسكت أحسن. لين معلوف نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية علقت على هذا القرار وقالت: إن قرار المحكمة الدستورية تطور جدير بالترحيب وبمثابة إنجاز بارز بالنسبة لحقوق العابرين جنسيا في المنطقة، ويجب على السلطات الكويتية إلغاء المادة 198 بأكملها ووقف الاعتقالات التعسفية للأشخاص العابرين جنسية وإسقاط جميع التهم والإدانات الموجهة إليهم وإطلاق سراح جميع المسجونين ظلما بموجب هذا القانون. مجموعة مشاهدين من النواب المعترضين على قرار المحكمة الدستورية تقدموا باقتراح لتعديل قانون الجزاء مع مراعاة ما أشارت إليه المحكمة الدستورية من عيوب. نستمع إلى النائب أحمد مطيع. والكويت ولله الحمد والمنة دولة مسلمة وتحكم بالدستور ونص المادة الثانية من الدستور دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع، ولذلك تقدمت مع زميلي مهند الساير ومجموعة كذلك من الأخوان وأدعو الجميع الاستعجال بالتوقيع وسن قانون طارئ عاجل
لحماية المجتمع من هذا القانون. معنا من الكويت المحامي الكويتي علي العريان. مرحبا بك سيد علي العريان. إلغاء المحكمة الدستورية لهذا القانون، هل يعني أن لن يكون هناك قانون جديد بديل بسرعة أم ماذا؟ في الفترة الحالية قامت المحكمة الدستورية بإبطال شق من نص المادة 198 من قانون الجزاء، وبمجرد نشر حكم المحكمة والمتوقع يوم الأحد المقبل في الجريدة الرسمية، باعتبار أن الجريدة تطبع في يوم الأحد، فإن هذا الحكم سيصبح حجة على الكافة بما فيها جميع السلطات والمحاكم والأفراد، وبالتالي لن يكون التشبه بالجنس الآخر جريمة يعاقب عليها القانون، وإنما سيكون فعلاً مباحاً. هذا لا يعني أن البرلمان لا يملك أن يسن قانون آخر، فهذا أمر من سلطة البرلمان يستطيع أن يقوم به متى شاء. ومن هنا منظمة العفو الدولية علقت على هذا القانون ورأت فيه انفراجة بالنسبة للعابرين جنسية، كيف تراه أنت؟ نعم، القانون طبعا المبدأ العام في الشريعة والقانون هو أن إفلات مجرم من العقاب أولى من إدانة شخص بريء، وفي الشريعة الحدود تدرأ بالشبهات، لكن للأسف هذا القانون كان قد قلب القاعدة، كان يدين أشخاص يسيئون السلوك لأي سبب كان، ويدين معهم أشخاص يعانون من حالات منذ الولادة تشخصها المستشفيات والأطباء الحكوميين هنا بالكويت بأنها انزعاج من الجندر أو اضطراب الهوية الجنسية، ويعني يعترفون بها كحالة نفسية أو اضطراب نفسي معترف به في دولة الكويت، إلا أن القانون في ذات الوقت يعني كان يجرم هذه الحالات، والتي وصل بعضها إلى حالات الاكتئاب الشديد والانتحار، وحبس بعضها في البيوت لسنوات طويلة، وربما يعني أستاذ علي هناك من حبسوا أيضا في السجون، ولكن هل يمكن أن يكون إبطال هذا القانون أن يرفع ربما عقوبة السجن عمن هم دخلوا السجن بهذا السبب، ومنهم طبعا مهال مطيري؟ بالتأكيد من هو يعني يحاكم الآن سوف يبرأ أو تنقضي بالنسبة للدعوى الجزائية، من هو محبوس سوف يخلى سبيله فورا. هذا الأمر مؤكد بعد نشر حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي نعم هذا الحكم من قبل المحكمة الدستورية هو انفراجة، ليس الآن فقط بل حتى لو قام البرلمان بسن قانون جديد، وهو الأمر الذي يعني لا أؤيده، ولكن حتى لو حصل فلن يكون بالسوء الذي كان به القانون في صورته السابقة. الأستاذ علي العريان وهو محامي كويتي، طبعا كان من الذين رفعوا هذه القضية أمام المحكمة الدستورية الكويتية، أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في ترندنج وإدلائك برأيك لنا. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.